احنا اليوم في سفاري الرياض، واحدة من مجموعة فعاليات موسم الرياض. طبعا سفاري الرياض هي اول منطقة مفتوحة للسفاري في المملكة العربية السعودية، في العديد من الحيوانات البرية وايضا المنقرضة. طبعا بالتأكيد بتجذب كل محبين السفاري والحياة البرية. هنستكشف اليوم مع بعض كل الفعاليات الموجودة في سفاري الرياض. يلا بينا نتابع. والآن حنبدأ رحلتنا في سفاري الرياض، حنستكشف فيها جميع المعالم في سفاري الرياض. يلا. والآن حتبدأ رحلتنا في سفاري الرياض، والرحلة البرية مدة 45 دقيقة بهذه السيارات المتخصصة. حنشوف ونستكشف الحياة البرية وأيضا العديد من الحيوانات مثل الأسد والنمر الأبيض وأيضا العديد من الحيوانات المنقرضة. طبعا الآن نحن توقفنا عند الفيلة لاستكشاف الفيلة. طبعا الفيلة حيوانات أليفة وتأكيد ما راح تأذينا. يلا بينا.